الشغف شعلة يستلهم منها المبدعون عظمة الفكرة وتوقد لديهم جمرة الإبداع عندما يجدون البيئة الحاضنة لمواهبهم وطموحاتهم. وفي تجسيد لهذا الفكر المستشرف للمستقبل تبرز الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ووزارة التعليم في تنظيم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع لتمكين الموهوبين والمبدعين في ربوع الوطن. ليأتي أولمبياد إبداع المسابقة العلمية السنوية التي تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث يتنافس الطلبة المشاركون فيه بمشاريعهم العلمية في 21 مجالاً علمياً مرتبطاً بتحديات التنمية المستدامة، يتم تحكيمها إلكترونياً وحضورياً في عدة مراحل من الأولمبياد من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق ضوابط معينة لترشيح المتميز منها للمراحل التنافسية الأعلى. يسعى أولمبياد إبداع إلى إيجاد بيئة إبداعية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على البحث والإبداع والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة وازدهار البشرية. يمر المشاركون في أولمبياد إبداع برحلة من التنافس الشريف تشمل عدة مراحل. تبدأ مراحل أولمبياد إبداع بتسجيل معلومات الطالب، ثم مرحلة عرض المشروع في مناطق التعليم المختلفة للتغذية الراجعة قبل تسجيل معلومات المشروع إلكترونياً ورفعها على موقع موهبة، لتدخل بعدها مراحل الفرز والتحكيم الإلكتروني للمشاريع، ومن ثم إعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية التي تقام في عدة مناطق يقدم المتأهلون فيها عرضاً مباشراً لمشاريعهم. أما لجان التحكيم التي تختار أميز وأقوى المشاركات وتعلن المتأهلين للتصنيف النهائي التي تكون في معرض إبداع للعلوم والهندسة، والذي يتم فيه تحكيم كل مشروع من قبل عدة محكمين، وتعقد مداولات مطولة للجان التحكيم لاختيار الفائزين بجوائز موهبة الكبرى على مستوى المملكة في أولمبياد إبداع. ويتم أيضا في معرض إبداع للعلوم والهندسة اختيار الفائزين بالجوائز الخاصة المقدمة من العديد من الجهات والمؤسسات والهيئات المحلية والدولية للمشاريع المشاركة. تعقد بعد ذلك ورشة عمل مطولة للفائزين بجوائز موهبة الكبرى لاختيار المشاريع القادرة على التنافسية العالمية لتشارك باسم المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسيف الذي يعقد سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد أكبر مسابقة دولية في البحث العلمي والابتكار لطلبة التعليم العام. إلى جانب ترشيح أفضل المشاريع للمعارض الدولية الأخرى وبرنامج ثيرمو فيشر العالمي، ومنذ انطلاق الدورة الأولى لأولمبياد إبداع في عام 2011 شهدت مسيرته تطوراً لافتاً في أعداد المسجلين والمرشحين والإنجازات التي حققها أبناء الوطن على منصات التتويج الدولي، وهي مسيرة متاحة لكل موهبة. فالمشاركة في الأولمبياد لا تتطلب اجتياز مقاييس موهبة للقدرات العقلية المتعددة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركة المتكررة خلال سنوات الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، في ظل حرص موهبة على بناء خارطة طريق ومنظومة واضحة للشغوفين بالبحث العلمي والابتكار.